بأولى جلسات محاكمته، الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أقر بتلقي 90 مليون دولار من السعودية. وإليكم التفاصيل المذهلة، حيث أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتلقي مبلغ 90 مليون دولار نقداً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال محقق خلال جلسة محاكمته في الخرطوم. وقال فريق الشرطة أحمد علي في بدء جلسات محاكمة البشير بتهمة الفساد أن الرئيس السابق أبلغه أن الأموال قام بتسليمها عدد من الموفدين من محمد بن سلمان. ووصل البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاماً إلى المحكمة في الخرطوم، حيث بدأت جلسات محاكمته بتهمة الفساد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية حيث تجري المحاكمة قوله إن البشير وصل وسط حراسة عسكرية مشددة وكبيرة. في إبريل نيسان الماضي أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم. وفي مايو أيار أعلن النائب العام أيضا توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به. والبشير الذي يبلغ 75 عاماً والذي أجبر على التنحي عن السلطة في 11 إبريل/نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد نظامه، كان قد مثل أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 يونيو حزيران. ويواجه البشير تهما تتعلق بحيازة عملة أجنبية والفساد وتلقي هدايا بشكل غير قانوني. الشيء الخطير يكمن في هذه الاعترافات، فما الذي يريده محمد بن سلمان الذي ما زال يتلقى الضربات تلو الضربات في الحلبة السياسية الدولية والعالمية؟ ما الذي يريده بن سلمان مقابل هذا الدعم غير المحدود للسودان؟ في وقت سابق دارت الشبهات حول العلاقة بين ابن سلمان الذي حاول مؤخرا الاتصال بالبشير وكشفت تقارير سرية عما اتفق عليه. وكانت وزارة الدفاع السودانية في عهد الرئيس المخلوع أعلنت عن استمرار مشاركة قواتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن. وبحسب نواب حضروا جلسة مغلقة للبرلمان السوداني منعت عنها التغطية الإعلامية، أكد وزير الدولة بالدفاع الفريق علي سالم أن مشاركة القوات المسلحة في حرب اليمن طبيعية، وهذه ليست أول مرة تشارك فيها قوات سودانية بحرب خارج البلاد. وطالب نواب عن حركة الإصلاح الآن في البرلمان بسحب القوات السودانية من حرب اليمن، وذلك في أعقاب تغريدات لناشطين تابعين لجماعة الحوثي تدعو لتوجيه ضربات جوية صوب الخرطوم أسوة بالصواريخ التي أطلقت غير مرة باتجاه السعودية واعترضتها الدفاعات الجوية للمملكة، بحسب موقع سودان تريبيون. السؤال الذي يطرح نفسه، هل استطاع محمد بن سلمان أن يشتري إرادة السودان بهذه المبالغ المالية الطائلة لإدخالهم في بوتقة الحرب في اليمن؟ وما الذي كان يسعى له ولي العهد السعودي؟ في العموم، علق الكاتب والصحفي السعودي المعارض تركي الشلهوب في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر على الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير طاعنا بذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والإماراتي محمد بن زايد. وانتقد الشلهوب دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والإماراتي محمد بن زايد للأنظمة الطاغية، لافتا إلى أن إرادة الشعوب سوف تقتلع الطغاة، كما استشهد الشلهوب بآية من القرآن فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وتحدثت مصادر إعلامية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طمأن عمر البشير واعدا إياه أن السعودية لن تتأخر عن دعم السودان وعن دعمه في حال الاستجابة لمطالب سعودية قد يكشف عنها لاحقا وربما هي الآن طي الكتمان. الغريب في الأمر أن ولي العهد السعودي الذي اشترى ذمة الرئيس السوداني المخلوع وفق ما أدلى به من تصريحات في أولى جلسات محاكمته
هنأ الفرقاء السودانيين بما أسماه الاتفاق التاريخي، وبات من الواضح أن محمد بن سلمان كان يلعب على الحبلين، حيث أجرى ولي العهد السعودي اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان والقيادي بقوى الحرية والتغيير السوداني أحمد ربيع بحسب وكالة الأنباء السعودية. وعبر ولي العهد السعودي خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية، وجرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك بعد الاتفاق التاريخي الذي وقع بين الجانبين. وأشار ولي العهد السعودي إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. فإذا كانت هذه هي أمنية ولي العهد السعودي للسودان ولشعب السودان الغالي كما قال، فلماذا قدم هذه الأموال للرئيس عمر البشير الذي ثار شعبه ضده، وما الذي كان يخطط له في تلك المرحلة؟ وبعد هذه التطورات والأحداث تواصل المملكة العربية السعودية دعمها السخي للمجلس العسكري السوداني بعد الصمت المريب الذي جنحت له خلال الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، دعم اتخذ عديد المناحي من السياسي إلى المالي، ما جعل العديد من السودانيين يخشون على ثورتهم من غدر النظام السعودي، خاصة وأن لهذا النظام تجارب سابقة تتحدث عليه في بلدان الربيع العربي. الدعم السعودي السخي للمجلس العسكري السوداني الذي يتولى السلطة منذ الإطاحة بالبشير ويسيطر على المؤسسات الحكومية يأتي بعد صمت مريب أثناء المظاهرات التي استمرت أكثر من 4 أشهر وتوجت بسقوط عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 سنة. صمت السعودية لم يكن أثناء المظاهرات فقط، بل امتد أيضا إلى ما بعد الإطاحة بالبشير، فقد التزمت الرياض الصمت لمدة 2 يوم بعدما أطاح الجيش السوداني بالرئيس البشير، وانتظرت توضح الرؤية وترك وزير الدفاع عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري وتولي عبد الفتاح البرهان رئاسته لإعلان تأييدها للعسكر. بعد ساعات من أداء البرهان اليمين الدستورية، وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إلى السودان تشمل أدوية ومشتقات بترولية وقمحا، كما أجرت السعودية اتصالات هاتفية مع عبد الفتاح البرهان، ووصل وفد رفيع المستوى إلى الخرطوم للقاء البرهان الذي بدوره أشاد بالعلاقات المتميزة بين بلاده والسعودية. هذا الدعم المالي والسياسي للمجلس العسكري تبتغي من خلاله السعودية عديد الأمور، من بينها الحفاظ على الحضور السوداني في التحالف العربي الذي تقوده في اليمن، حيث يقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأت عملياته في مارس آذار عام 2015. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أكد في وقت سابق أن القوات السودانية المشاركة في الحرب في اليمن ستبقى حتى يحقق التحالف أهدافه بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وتأمل السعودية أن يؤدي دورها في السودان إلى تعزيز مصالحها الاستراتيجية في قارة أفريقيا، وذلك عبر تقويض طموحات تركيا الإقليمية التي تربطها علاقات قوية بالسودان، إلى جانب عدم السماح لإيران بالعودة هناك بعد جملة الضربات التي تلقتها من حكام المنطقة. وفي ظل ما أدلى به الرئيس عمر البشير من تصريحات، وفي ظل تبدل المواقف وتغيرها بين ليلة وضحاها، أن السعوديون يسعون إلى كسب ود المجلس العسكري لتمرير أجندتهم في المنطقة بعد أن كان البشير يتقلب بين الحلف السعودي والحلف التركي، فالبشير كان يسعى لكسب المال من الطرفين دون أن يبدي الولاء الكامل لكلاهما، فقد كان ولاؤه لمن يدفع أكثر. شاركونا بآرائكم في التعليقات. ثورة لما الشمس تصنع ثورة والفستجن يطلع ثورة يتوحد السودان ثورة من بعد ما تقطع ثورة من نمر الإحل ثورة يتعمر الإنف ثورة نطلع كما المرة ثورة والعيش ما مرة ثورة من كلمة موجوعة ثورة لكلمة مسموعة ثورة كل الحروب حرة ثورة إيدينا في مصر ثورة نحصد مع الدهر ثورة يا روعة الأمة ثورة يا روعة الأمة ثورة ثورة نفس الطريق.
النور. لا ظلام بعد اليوم، فليسقط الكيزات، فليسقط الكيزات.